حبايبي الحلوين الطعمين، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنحكي حدوته جديده من حوالي انتي دومي. النهارده هنحكي حدوته عنان والغراب الجبان. كان يا مكان كان في زمان بنت اسمها عنان. البنت ديت كان عندها شويه اجازه كده، فخالتها اتصلت عليها وقالت لها تعالي اقضي معايا الاجازه بتاعتك يا عنان. عنان فرحت جدا لانها كانت بقالها كتير ما خدتش اجازه حلوه، فقررت ان هي فعلا تسافر عند خالتها عشان تقضي معاها كام يوم. خالتها كانت قاعده في مكان كده فاضي شويه وحواليه كتير زرع، يعني كان ريف شويه وبيت جميل وحواليه كتير خضره وزرع وشجر. عنان كانت مبسوطه جدا لان ده الجو مختلف شويه عن الجو المدينه اللي هي عايشه فيه. وعدت الايام وهي بتقضيها مع خالتها ومبسوطه وسعيده. في يوم من الايام قررت ان هي بالليل تخرج شويه كده علشان تستمتع بالهواء الجميل بتاع الريف وتتفرج على الشجر والخضره في ضوء القمر. طلعت من باب البيت ووقفت كده في الفرندا وفي قدامها شجره. بتبص على الشجره سمعت صوت كده خروشه خروشه خروشه، فهي مش عارفه الصوت دوت جاي منين. فخلاص ما خدتش في نفسها وابتدت عنان تغني. عنان كان صوتها حلو قوي. ابتدت تغني ومنسجمه بقى مع نفسها وسرحانه، وفجاه لقيت حد بيقولها بس 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 اسكتي. قعدت تبص حواليها كده قالت مين اللي بيتكلم؟ قال لها اسكتي صوتك عالي اسكتي خالص. هي مش شايفه مين بيتكلم، ابتدت تخاف شويه. وبعدين قال ايه الهبل ده، لا انا مش هخاف، هو يعني هيكون مين؟ فقال لها بصي على الشجره فوق. بصت كده على الشجره مش شايفه حاجه لان الدنيا ضلمه. قال لها يو استني لما اطلع لك في النور شويه. طلع شويه كده بفرع عليه شويه ضوء من ضوء القمر وشافت اللي كان بيكلمها. شافت غراب، وطبعا عارفين ان الغراب بيبقى معظم لونه اسود، فعشان كده هي ما كانتش شايفاه من الشجر وكمان من الضلمه. قال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له يعني هكون بعمل ايه؟ يعني بغني، انت مالك زعلان ليه؟ قال لها مالي زعلان ليه؟ انت مش عارفه انا زعلان ليه؟ علشان دلوقتي صوتك ده هيسمعه التعبان الشرس. قالت له ايه التعبان الشرس ده؟ قال لها يا نهار ابيض وانت ما بتعرفيهوش؟ قالت له لا ما اعرفوش مين ده؟ قال لها في هنا في الجنينه دي في تعبان كبير عايش معانا، التعبان ده بياكل اي حيوان يشوفه، يعني انت ما سمعتيش عن الموضوع ده قبل كده؟ قالت له لا والله ما سمعتش عن الموضوع دوت قبل كده، انت بتجيب الكلام ده منين؟ قال لها بس بس وطي صوتك ما تعليش صوتك لحسن يسمعنا. قالت له حاضر اللهم طولك يا روح هوطي صوتي، اتفضل قولي احكي لي الموضوع. قال لها يا ستي انا عايش في الجنينه دي من زمان جدا وساكن في الشجره دي، التعبان ده كل شويه بشوفه يجي الصبح او بالليل ويشوف اي حيوان صغنن مسكين كده واقف ويقوم واكله. طبعا انا خفت جدا وهو دايما دايما بيسمع صوت الناس اللي صوتها عالي وبيجي علشان ياكلهم. قلت له ايه العبط ده؟ طب انا بقالي كتير جدا عايشه هنا انا واهلي اهو وما حصلش الكلام ده، وبعدين انا صوتي عالي اهو وعماله اغني، طب ما انا وانت بنتكلم اهو هو ما جاش ليه؟ قال لها بس بس اسكتي وطي صوتك لحسن هيسمعنا. وبعدين بقى انت عاوز ايه دلوقتي؟ قال لها مش عاوز حاجه، انا بس خايف، انا بقالي كتير جدا ما اتحركتش من الشجره دي لدرجه ان انا بقالي ايام ما اكلتش، انا جعان هاتيلي اكل. عنان قالت له حاضر ودخلت وجابت له اكل وقعد ياكل. وبعدين قالت له بس بقى خلاص انت خايف ليه؟ قال لها انا خايف انا مرعوب انا ما بتحركش من الشجره دي بقالي كتير جدا عشان خايف احسن هو كمان ياكلني. قالت له طب هو ما جاش اهو واحنا قاعدين بقالنا كتير، انت ازاي كده؟ ازاي منعت نفسك كل الفتره دي انت تستمتع بالدنيا وبجمالها وبالاشجار الحلوه دي كلها وكمان من الاكل عشان بس خايف؟ قال لها يا سلام وهو الخوف ده حاجه شويه يعني؟ قالت له لا طبعا هو مش حاجه شويه، انا عارفه ان الخوف ده احساس طبيعي وبيجي في كل الناس تقريبا، لكن لازم تسيطر عليه شويه، ده غير كده كمان انت الخوف ده منعك من حاجات كتير قوي، طيب كان ممكن ان انت تجرب تواجه مثلا التعبان ده او تواجه خوفك منه، مش يمكن هو اصلا ده في خيالك بس؟ قال لها اسكتي اسكتي انت بتخرفي وبتقولي اي كلام، في خيالي ازاي؟ انا شفته كتير وانا شفته بنفسي وهو بياكل، ده حتى اصحابي كمان حكوا لي عليه. قالت له يعني هو انت سمعت من صحابك اللي حكوا لك عليه ولا انت شفت بنفسك؟ قال لها بصراحه انا ما شفتش بنفسي لكن هم حكوا لي وانا من ساعتها خايف وقاعد جوه الشجره دي. قالت له شفت انت بس سمعت، هم بس خوفوك وانت طبعا خفت. انا عارفه ان الخوف احساس طبيعي لكن كان لازم تفكر شويه بعقلك، هو اي حد يخوفك كده من غير ما انت تكون شفت بعينيك تصدقه وكمان تخاف وكمان تعمل رد فعل عالي قوي زي اللي انت عملته دوت؟ شفت الخوف منعك من ايه؟ طب ما انا اهو
ما خفتش وقعدت اتكلم معاه، وكمان جبت لك اكل، وكمان بغني وصوتي طالع اهو، وما خفتش ان التعبان يسمعني ويجي ياكلني زي ما انت بتقول، لانه اساسا مش موجود غير هنا بس. قال لها انت عندك حق، بس افرضي يعني كان موجود، مش كان زمانه كنا احنا الاثنين دلوقتي؟ قالت له وانا هفرض؟ يعني هفرض حاجه مش موجوده اصلا وابني عليها كمان حكايه؟ طيب وليه؟ طب انا اصلا ما شفتش حاجه بعناية، يبقى ليه الاحساس ده يسيطر عليا، احساس الخوف، وان انا لازم ابقى في منطقه كده امان وما امشيش بره المنطقه ديت خالص، لحسن بره يبقى في خطر. طول ما انا حاطه نفسي، او انت كمان طول ما انت حاطط نفسك في اللي هي اسمها كومفورت زون دي، هتفضل طول عمرك قاعد في المكان ده ما بتتحركش. الخوف بيمنعك ان انت تطور نفسك، الخوف بيمنعك ان انت تشوف حاجات تانية جديدة في الحياة، الخوف بيمنعك ان انت تاخد فرصة كان ممكن تاخدها لولا خوفك. شفت انت قاعد في الشجرة بقالك كتير ازاي؟ منعت نفسك ان انت تتعرف على طيور تانيين، منعت نفسك ان انت حتى تاكل اكل بتحبه، منعت نفسك من حاجات كتير قوي حلوة. وكل دوت بسبب ايه؟ بسبب الخوف اللي اصلا ملوش اي اساس، اللي هو بس في دماغك، واللي حواليك هم اللي زرعوه فيك، وبس هم زرعوا فيك الخوف ده الله يعلم لأني سبب، يمكن سبب في نفسهم هم، او يمكن هم بيضحكوا عليك مثلا، وفي النهايه اللي تأثر مين؟ انت بس. هم ما حصلهمش اي حاجه وهم لسه في المنطقه بتاعتهم الامان برضو. يا اصحابي، مش لازم ابدا نفضل في منطقه الامان على طول، مش لازم نفضل في الكومفورت زون، لا، نتحرك. الحركه حلوه، هتجيب لنا حاجات جديده، خبرات جديده، شغل جديد، اماكن جديده، ناس جديده نتعرف عليهم، لكن القعده في منطقه الامان دي دايما دايما ما بتعملش حاجه، لان انا قاعد في وضع السكون، ما عملتش اي حاجه جديده في حياتي. الحركه حلوه، التغيير حلو، كل شويه نغير ونعمل حاجه جديده، ايه المشكله يعني؟ هنخسر ايه؟ انا عارفه ان في ناس بيبقى عندها مسؤوليات كتير وبتقول لا انا مش ممكن اجازف. طيب ما ممكن لو جازف وخدت فرصه احلى، المسؤوليات بتاعتي هتبقى عليا اخف شويه وهقدر اغطيها بشكل احلى شويه، ليه ازنق نفسي دايما في المنطقه الامان؟ اتحركوا يا اصحابي، اعملوا صداقات جديده، اعملوا حاجات جديده، انشطه جديده، الحركه حلوه، الحركه جميله. باي باي.